بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات بياتريسا. بتقول جي مابيل بياتريس ليدوك، جو سوي فرانسيز، أنا فرنسية، عندي 15 سنة. مون أنيفرسير، عيد ميلادي، سي لو 6 سبتمبر. 6 سبتمبر يعني 6 سبتمبر. جابيت أليل، يعني أنا بسكن في مدينة ليل أن فرانس في فرنسا. أنا بسكن في منزل كبير مع عائلتي. أحب الموسيقى والرياضة وبعشق التزلج. رشيد بيقول جي مابي رشيد، أنا اسمي رشيد سا، جي سيزون، عندي 16 سنة. جي سوي ماروكا، أنا مغربي. جي سوي ني لو 28 جوان، ولدت في 28 يونيو. جابيت أليج أون بلجيكا، في بلجيكا. جابيت دون زان أبارتيمون، بسكن في شقة مع عائلتي. وبعشق ألعاب الفيديو والسكي، طبعا التزلج المائي والموسيقى. أني بدول جي سوي زاني، أنا أني بلوشواغ، جي دي ساتون، عندي 17 سنة. أنا سويسرية ولكن أسكن في باريس. أحب كثيرا المدينة، يوجد مليء من الأشياء العمل، يعني كثير من الأشياء أن احنا نعملها. بحب الدراسة وممارسة الرياضة، وخاصة الفي تي تي لركوب الدراجات. جادور أليرو سينما، أعشق الذهاب إلى السينما. إيري غاردي لا تلفزيون، مشاهدة التلفزيون. تريز بتقول جي سوي تريز انيري، جابيتا ليموغو ليمونج. جي سوي 11، أنا تلميذ في مدرسة فيكتور إيغو. جيم فير لا ناتاسيون، أنا مغرمة بالذكاء الاصطناعي. حلوة الجملة دي، جديدة شوية، كلمة الذكاء الاصطناعي علينا في مناهجنا يعني. جيسبير دي فينير، أنا أحب أن أصبح مهندسة أنجور في يوم من الأيام، مهندسة في الروبوتيكا اللي هو الحاجات الآلي، الإنسان الآلي. جيفو كونتونيا، أنا أريد أن أكمل دراستي أباري في باريس. سيزادو، هؤلاء الشباب بيعبروا عن إيه؟ أو بيعلنوا عن مشروعاتهم، ولا بيصفوا أحيائهم، ولا بيعبروا عن ميولهم، ولا بيحددوا أسرهم أو بيعرفوا. طبعا هم بيعبروا عن ميولهم. شاك أدو أنديكا، بيشير لعمره، وفعلا باين يعني في إشارة لعمر، ولا فصله في المدرسة، ولا تاريخ ميلاده، ولا مكان ميلاده. طبعا هي واضحة قوي، هو ما قالش العمر. جي كانزو، قال ده كانزو، وده قال 28 يونيو، وحد قال انا عندي 17 سنة، والاخيرة ما قالتش سنها، فمش هينفع العمر. يبقى مكان الميلاد هو الاقوى شوية عندنا. سون ليو دي ابيتاسيون، مكان الميلاد. بياتريس بتحب، طبعا هي قالت ان انا بحب الموسيقى والرياضة والسكي. طيب تعال نشوف بقى، في موسيقى ورياضة وسكي ولا لا؟ بتحب الرياضة؟ في سبور، في سبور، داكور. طالما في سبور خلاص هاخدها. طيب رشيد أبيت دون زين فيلا، يعني رشيد بيسكن في مدينة بلجيكية، طبعا لأنه بيسكن في بلجيكا. سي لسبور بريفري دو أني، أني الرياضة المفضلة بتاعتها طبعا الفي تي تي، واضحة أوي. اتر انجينير سيلو ريف دو، اخر واحده اللي هي تريز، تريز هي اخر واحده في الاختيارات، برضو اخر واحده اتكلم. فينسو بيقول سالي كومون سافا، جيم بون نوفيل، عندي خبر جديد. مون كوزان ليو، اخويا ابن عم ليو، ان ا او ان نوفيل بوست، حصل على وظيفه جديده. طبعا هو بيوصف له بون نوفيل خبر جديد، يعني ده فينسو طبعا بيكلم ديف. وظيفة جديدة. نوزالو في تير سواح، نحتفل يوم الجمعة مساء. نوزالو دينار دون زان غيستيرو افانتير، يعني احنا حال التعشى، هنتناول العشاء في فندق الساعة الثامنة مساء. ماسير جوستين فا اتر افيك نو، اختي جوستين هتبقى معانا. نو نافو با شوازي لو ريستورون، احنا ما اخترناش المطعم. اسكي تو ام بوني دين، هل انت عندك فكرة جديدة يعني على المطعم؟ أبري، بعد ذلك نوزا لو فوار لو فيلم أريتي موا، يعني حنرى فيلم أريتي موا، يعني أوقفني أو وقفوني يعني. أو سينما، في السينما.
لسيان الحفلة أو العرض هيكون من الساعة 10:15 لكريتيك سيغ سي فيلم سون بوزيتيف، النقاد أو النقد على الفيلم ده بيكون إيجابي. ألور جانفي دو لوفوار، أنا عايز أشوفه. ألور إيزان سيليو إي جوستين سون موتيفي، لو اليو جوستين متحفزين كده احنا هنروح نتنزه. اسكو تي فو فينير افيك نو، لو عايز تيجي معانا. ريبون موا، اجبني. ريبون موا يعني جاوب عليا، يعني ريبون موا جاوبنا اهي. قبل يوم الخميس الظهر، وانا هحجز لك اماكن في السينما يوم الخميس الساعة 7. اول سؤال، فينسو بيدعي ديفيد للاحتفال دو سون يوم، طبعا احتفال بالوظيفة الجديدة، نوفو بوست، وظيفة جديدة. فينسو بيسأل ديفيد انه بيسأله عن ايه، سأله عن اخباره، سأله عن نجاوبه، يبقى هنا اخباره، مسألوش عن وظيفة، يبقى هنا اخباره. فينسو ديموندا ديفيد، ده يعني فينسو طلب من ديفيد انه يختار المطعم، انه ينقد الفيلم، انه يحضر هدايا، انه يحجز اماكن في السينما. طبعا هو طلب منه ان هو يديله افكار جديدة، صح؟ ده بالنسبة لي، لانه هو بالنسبة له ما قالوش انه اختار مطعم، بس اختار مطعم قالها عندنا في الجمل ده، اقترح عليه مطعم، يبقى هي اختار فين، هي دي شوزير لوريسو، مش يحضر هدية. هو طلب منه ان هو يقدم له فكرة جديدة يعني في اختيار المطعم. ليزا في الآراء الناقدة على فيلم ريتيموا أو قفوني صوم بتكون سلبية ولا نين نيجاتيف أن كوريجون، مشجعة يعني. كل دول حاجات سلبية، سيء سيء سيء. أبريلو دينار بعد العشاء، فينسون فا فيزيتيغ لي ميزي، حيزور المتحف، حيذهب للسينما، سوف يعود عنده سوف يعود عنده. طبعا هم هيروحوا السينما شوفوا الفيلم. ديفيد دوا ريبوندر افينسو افو، قبل، هو قال له قبل ايه بقى؟ قبل يوم الخميس الظهر، يبقى هي اول واحده اللي هي جودي ميدي يوم الخميس ظهرا، لان هو هيحجز الساعه طبعا ايه 9. فوتر بيتي فرير، اخوك الصغير في دوموند بيسالك سو كو فو بور فير دو جودو، هتعمل ايه لممارسه الجودو؟ كيسك فوديت، ماذا تقول؟ فطبعا اون دو ماتران كيمونو، طبعا جودو هنا يبقى العاب قتاليه، اخد كيمونو على طول، ولا يلزم حصان، ولا احنا محتاجين مضرب، ولا يلزم مايو دو با، طبعا دي مايو دو با المستبعد. فوتر بيتي سير، فوتر بيتي سير، اختك الصغيره في سو دوفوار، بتعمل واجباتها للرياضيات، مي لو دوفوار سون ديفيسيل، ولكن الواجبات صعبه. كاسكيل فودي، ماذا تقول لك؟ ممكن تساعدني؟ ها؟ اسك جو بوتيدير، هل ممكن اساعدك؟ دي اول جمله. ولا تيبو ميدير سيل توبلي، ممكن تساعدني من فضلك؟ دي اللي هتبقى صحيحه. ولا انت عملت واجب الرياضيات؟ ولا في اي ساعه انت هتعمل واجباتك؟ في الجمله اللي بعدها مكتوب عندنا فودي موندي، انت بتسال لاعب بوركوا ايل سون تريم بكول، لماذا يتضرب كثيرا؟ كاسكيل دي هيقول لك انا سوف اشارك في ها كومبيتاسيون، ايوه هي دي بقى، سوف اشارك في جراند كومبيتاسيون، في منافسه كبيره. ولا الفريق عنده روح المنافسه، ولا هذا اللاعب يسجل هدفين، ولا انا اتدرب 3 مرات اسبوعيا. طبعا فوتر كوباف رقم 16 صديقك بيسالك لو كانتون، طبعا كانتون اللي هو الفرخ بتاع البط الصغير ده، سي كوا، فانت بتقول ده ذكر الفرس، ولا ده صغير الكنار، دي صحيحه بقى، ولا سي لا فيمال دو بوك، دي انثى الجاديه، ولا سي لو بيتي دو ترو، انه صغير الثوره. فوز اكسبريمي، انت تعبر عن رايك عن الريف، فبتقول مون نوفو كوبا فيان دو لا كومبان، يعني صديقي الجديد بيأتي من الريف، ولا احنا بنقضي اجازة الصيف في الريف، ولا الحياة في الريف سامي بلي بكو تعجبني كثيرا. ده ابداء رأي، دي صحيحة. ولا انا بساعد جدي في الايه، في جدتي في المزرعة. طبعا انا خدت الجملة رقم 6، انت تتحدث عن جدول مواعيدك، كيسكو فوديت، بتقول انا بتغدى في المطعم
ولا انا بسمع سيدي هايه لمنير، ولا انا برتب اغراضي، ولا انا بقضي برضه، ولا انا بقضي وقت جميل هنا. طبعا الجمله واضحه في ان انا بتغدى في السلب في الميديو، احنا عارفين سلب اللي هو المطعم الداخلي في المدارس. جيرونج ما شامبر، يعني انا برتب غرفتي، ها ميزافير سومبرتو، انا برتب غرفتي ولكن اغراضي في كل مكان. ولكن ليه اخر واحده؟ ولا كوم مثل، ولا بور لكي، ولا بارسكو. طبعا هي بارسكو لان دي تعتبر جمله كامله، وانا برتب اغراضي لان كل حاجه اغراضي في كل مكان. جي في ان كروازيير، انا بعمل رحله نيليه وبعدين باتو. باتو طبعا مركب، وممكن ياخد حرف الجر اون لانه طبعا مفيش محدد، ومركب من وسائل المواصلات اللي انا ممكن ادخل جواها اللي هي السفينه الكبيره يعني. تي فا فير، انت هتعمل ايه الظهر؟ فكلمه ايه دي اللي هي كوا، ماذا تفعل؟ طيب تيوم لوكيتاسيون، انت بتحب الفروسيه؟ قالوا بلى، ده انا بعشق الرياضه دي. طب ينفع بلى؟ ما ينفعش، لان الجمله هنا مثبته، فمثبته اقول له وي، نعم نعم انا بعشق الرياضه دي. بتاخد بالك ان الجمله مثبته استبعد سي، الجمله منفيه استبعد وي. لكن نو متفق عليها في النفي، في سواء الجمله مثبته او منفيه. فوز افي بور لاجريب، يعني انت معاك انكور مازال، ولا حاجه معاك حاجه كده للانفلونزا، ولا معاك دائما، ولا كلك فوا. طبعا كلك شوز، معاك حاجه قرص اي حاجه. لو دو جلاس كوت 5 رو او توتال، او توتال او توتال يعني في الاجمالي، فدايما اخد او توتال في كلمه الاجمالي، وخلي بالكم من الكلمه دي، يعني جمله فيها فكره برضو مش متداوله قوي. فا شي تون اونكل، اذهب الى عمك واعطي له هذا الكتاب. عمك مفرد يبقى الوي، لان ضمني دايما تاخد حرف الجر اه زائد عاقل، يبقى اعطي الى عمك. ام زي ما انتم شايفين جامعه، يبقى ناخد سي. ام معناها رجال بيكونوا لطاف، داكور. طيب في الجمله اللي بعدها مكتوب سي بالون اي تاتوا، نعم البالون ده بتاعك. قال له اه ده بتاعي، يبقى ملكي، يبقى مون بالون. جي نيم با بروندر، انا لا استطيع ان اخذ كافيه لو متا. طبعا عارفين فيرب براندر بياخد اداه تجزئه، وكلمه كافيه مذكر، نبقى ناخد دي. بول ا دو باسكت، طبعا باسكت جمع مؤنث، تبقى تاخد بون على طول. مامير، والدتي وانا اون، والدتي وانا اون، ها هصرف ايه مع اون وام تعادل الضمير ايه، يبقى اخد فو. نوتر فوازين، جارتنا بتكون، ده هنا فيرب اتر مش يكون، لان هيجي بعده اسم مفعول، ولو جه بعده اسم مفعول يبقى فيرب اتر هنا ملوش ترجمه، ده فعل مساعد في الماضي المركب، يبقى ناخد عليه لان كلمه فوازين هنا جار. كل سبورت يبراتيك، اي رياضه انت تمارس، يبقى جي براتيك لو ايه لا ناتاسيون، اين تمارس هذه الرياضه؟ انا بمارس رياضه زي ما قلنا لا ناتاسيون، سباحه. انا بمارسها طبعا على بيسين في حمام السباحه. انت ذهبت للماركت عشان تعمل كورس، احكي لنا بقى. وزي ما قلنا المواضيع كلها موجوده على الجروب بتاع التليجرام، ادخل عليها هتلاقي المواضيع كلها موجوده عندك. ماتشي بروفو، شكرا ليكم واشوفكم في الحلقه الجايه. اوروفار، ما تنسوش دعمنا، لايك للقناه، وتعليقاتكم طبعا مهمه جدا عندنا.